ازيكم عاملين ايه؟ وقولوا لي ويلكم باك تو جيرماني. والله زمان ما سجلتش بقالي كتير، وفي الفيديو دوت انا عايز اجي اكلمكم عن ايه اللي حصل الفتره اللي فاتت في مصر، وانتوا اللي تحكموا اذا كنت انا انبسطت في مصر ولا لا. مش انا اللي هحكم، انتوا اللي تكتبوا لي في الكومنتات بعد لما احكي لكم اذا كان انا انبسطت ولا لا. فيلا نحكي لكم مع كوبايه الشاي الجميله ديت واحده واحده عليا، عشان ايه حتى بص مبهدل والمايك مش ظابط معايا، مش عارف ليه اسمريت من مصر تقريبا. فواحدة واحدة عشان كده ايه ارتب افكاري مع كوباية الشاي ديت، واقول لكم بقى اللي حصل. زي ما انتوا عارفين من الفيديو اللي فات، لو حد فيكم ما شافهوش او ما يعرفش ان هو موجود اصلا، هسيبه لكم في الاي اللي بتطلع فوق ديت، ان انا نزلت مصر بعد غياب طويل 8 سنين. وناس كتير منكم قعدوا يكتبوا لي ليه 8 سنين، ما انت كنت ممكن تنزل، هو الدراسة بتخلي الواحد ما يقدرش ينزل ولا لا؟ بس هو الموضوع ملوش دخل بالدراسة ولا ليه دخل بألمانيا، هو ليه دخل بي انا، لان انا حاولت ان انا أأجل الجيش بتاعي بالدراسة زي اي حد طالب بيدرس بيأجل جيشه لحد لما يتخرج، بس حصل لخبطة في الورق بتاعي معرفش ايه اللي حصل وخلاني ما اقدرش انزل مصر، لان لو نزلت مصر مش هقدر ارجع المانيا تاني اكمل دراستي. فكنت مضطر ان انا افضل في المانيا لحد ما اكمل دراستي وبعد كده اشوف ايه اللي هيحصل، او اكمل 30 زي في حالتي وانزل اخلص الجيش. فهو ده الظروف القهرية اللي خلتني ما اقدرش انزل مصر طول الفترة اللي فاتت دي كلها، مش انا بمزاجي ولا بمزاج المانيا، لا هو الورق بس كان فيه شوية لخبطة، وده كان السبب الرئيسي. عشان الناس اللي بتسأل انا ليه ما قدرتش اسافر وكده، لو انت ورقك تمام هتقدر تنزل وتسافر، والمانيا مش هتقولك من انت ليه بتسافر وقت الدراسة او كل الكلام ده، براحتك خالص سافر في الوقت اللي انت عايزه، بس طبعا ركز في دراستك يعني ما تلخبطش الدنيا. وبالتالي فالنتيجه ان انا نازل النزوله دي بتاعت مصر عشان اشوف اهلي طبعا اللي بقالي كتير ما شفتهمش، بس في نفس الوقت الهدف الرئيسي من الزياره هي ان انا اعمل الورق بتاعي علشان اقدر اسافر واروح وارجع وكل الكلام دوت. فهي كانت زياره مش عارف اقول ايه، مش زياره سياحيه او فسحه، لا هي كانت مشوار لازم يخلص علشان اقدر اكمل حياتي واقدر اظبط اموري القانونيه كلها. تعالوا بقى احكي لكم ايه اللي حصل في مصر، وحصل كتير جدا، علشان زي ما اتفقنا في اول الفيديو انتوا اللي هتحكموا اذا كنت انا انبسطت في مصر ولا لا. عايز اقول لكم بس معلومه على الماشي كده، ان انا مش واحد مرفه خالص، انا واحد طبيعي عايش في منطقه شعبيه في مصر طول عمري، بركب مواصلات، بركب القطر، بنزل المصالح الحكوميه عادي جدا زي اي بني ادم. بس يمكن الدنيا اختلفت شويه لما انا سافرت ورجعت، او انا اتعودت على شيء معين. من اول ما وصلت مصر بدات اشتغل خلاص على الورق بتاعي، واول حاجه بدات اعملها هي البطاقه الشخصيه بتاعتي، لان انا بقالي 8 سنين في المانيا فطبيعي تكون البطاقه بتاعتي خلصت، عشان بطاقه 7 سنين، ودي اول خطوه لازم اعملها عشان بعد كده ايه اجري في الاجراءات بتاعتي. اول ما بدات اعمل الموضوع دوت لقيت نفسي فجاه عييت، جالي التهاب رئوي او حاجه مش مظبوطه جابت لي ضيق في التنفس، وان انا جالي زي حمى كده وبرد، واضطريت ان انا اكشف واروح لدكاتره واخد دواء. طبعا خدت تريقه زي الفل، انت بقالك 8 سنين مش موجود في مصر، واول ما وصلت مصر تعيا، تعمل زي بتاع فيلم عسل اسود اول ما نزل من الطياره راح مش عارف ايه ده. انا ما حسيتش ان الجو وحش او اي حاجه، بس عيد. ما اعرفش ده بقى مشكله في المناعه بتاعتي ولا مشكله اللي انا بقيت خيخه متعود على المانيا، مش عارف انتوا ايه رايكم. فده اول حاجه كده اخدتها. بس الميزه بقى في الموضوع ان انا رحت للايه للدكاتره المصريين، اللي هو انت بتروح لاي عياده خاصه في الوقت اللي انت عايزه، بتدفع طبعا الرسوم بتاعتها وتكشف وتاخد الدواء بتاعك ويتعمل لك احسن واجب، على عكس هنا. وده اللي كنت متعود عليه، ان انا وانا عيان لازم بقى ايه استنى دوري اسبوعين ولا حاجه عند الدكتور، وبعد ما اروح له يقول لي انت زي الفل وخد لك كوبايتين ميه وامشي شويه وابعد عن الضغط وكل الكلام الفاضي ده. فالحمد لله اتعمل معايا الصح واخدت العلاج اللي انا فعلا محتاجه، وموضوع العيا ما اخدش مني اكتر من يومين علشان طبعا اكمل الاجراءات بتاعتي اللي انا شغال عليها، لان كل دقيقه وكل يوم محسوب عليا ان انا لازم انجز اللي ورايا، وهقول لكم ليه دلوقتي.
وهوز مصري اصيل، وده يعتبر من الحاجات اللي المفروض تبوظ الدايت وتبوظ كل اللي انا بعمله، بس هو من الحاجات اللي كنت بفتقدها في مصر جدا، وعشان كده جبت معايا منه علبه كامله. بعد ما اخلصها خلاص هنرجع لي زي ما انا، من غير سكر ومن غير اي حاجه. ليه بقى انا كان كل دقيقه وكل يوم محسوبين عليا؟ لان انا لما سافرت كنت مقرر ان انا مش هنزل اخد اجازة كبيرة من الشغل، وكل اللي هعمله ان انا هشتغل من مصر، والايام اللي هنزل اخلص فيها ورق او اعمل فيها اي حاجة يا اما اخد اذن من الشغل او ان انا اخد يوم اجازة، بحيث ان انا اقعد فترة طويلة في مصر ومحرقش كل الاجازات مرة واحدة على الفاضي، لان بحكم شغلي انا بشتغل من البيت، فليه لأ ان انا اشتغل من مصر. بس لما نزلت مصر بدأت اشتغل واجرب السيستم بتاع الشركة اللي انا بشتغل فيها في مصر. كانت هنا دلوقتي المشكلة الكبيرة. عارفين انتوا الـ VPN اللي هو زي نورد VPN والشركات المشهورة دي اللي بتخليك تدخل على النت بشكل آمن اكتر، او تستخدم النت كأنك في بلد تانية؟ الـ VPN دوت بالنسبة لي وانا بشتغل في شغلي مش حاجة اوبشنال بتزود لي السكيورتي، لا انا لازم افتح الـ VPN علشان اقدر اشتغل في السيستم بتاع الشركة او اكسس عليه من اي مكان في الدنيا، الا لو انا بشتغل في الشركة ساعتها مش بكون محتاج الـ VPN. فالـ VPN ده بقى كان مقفول في مصر ومش شغال، وبدأت ان انا اتشقلب مع التيم بتاع السبورت في الشركة عندي ان احنا نلاقي حل اقدر من خلاله ان انا اشغل الـ VPN بتاعي. وفعلا قدرت احل المشكلة ديت، عملت VPN فوق VPN وشقلبظات كده. المهم مش عايز ادخلكم في حاجات تقنية، فلصمت السيستم بحيث ان انا اقدر اشتغل، هو مش شغال بكفاءة 100%، بس قدرت ان انا اشتغل عشان اثبت لهم ان انا اقدر اشتغل من مصر ومش محتاج ان انا اسافر بدري او ان انا اخد كل الاجازة بتاعتي وانا في مصر. الايام اللي انا محتاجها اجازة اخدها اجازة، والايام اللي مش محتاجة اجازة او مش بعمل فيها حاجة تانية اشتغل عادي زي اكني بشتغل في المانيا. وتفهموا الموضوع دوت وكانت الدنيا شغالة تمام وزي الفل. بعد بقى ما يومي كان بيخلص بكل الحاجات اللي بعملها، سواء ان انا اليوم دوت عندي شغل ما عنديش ورق بعمله او بروح اعمل ورق، في نهاية اليوم دوت بيجي بقى ايه الوقت اللي انا بقضيه مع اهلي، بخرج اتفسح، اقابل صحابي اللي بقالي كتير ما قابلتهمش، وخرجت تقريبا كل يوم في الايام ديت اللي انا كنت قاعد فيها في مصر. الموضوع كان حلو جدا، بس في نفس الوقت كان متعب وبياخد من الواحد وقت كبير جدا. فبرجع اخر اليوم انا خلاص استويت، ولو ما حصلش كل دوت ما خرجتش قابلت حد من صحابي او حد من اهلي، بروح اخرج اجيب الحاجات اللي انا محتاجها عشان اخدها معايا وانا راجع المانيا، اللي كنت حاططها في دماغي او اللي مراتي وابني محتاجينهم. فكان كل يوم لازم بعمل حاجه حتى بعد الشغل وبعد الحاجات الاساسيه اللي انا جاي عشانها. بس خلي بالكوا عشان ما حدش يفهم بس الموضوع غلط، انا كنت مبسوط جدا بالخروجات، وبشكل عام الجزء التاني من اليوم دوت كان بيبسطني جدا، بيرهقني بس بيبسطني. والواحد لما بينبسط وهو مرهق ما فيش مشكله، يعني عادي هروح انام واقوم اكمل بقيه الحاجات اللي بعملها تاني يوم عادي خالص. في حاجه بقى فعلا جننتني في مصر وكانت ملخبطاني ومش فاهمها خالص، وهي الباقات بتاعه الموبايلات. انا وانا طالع من مصر كان معايا خط تقريبا موبينيل ساعتها، كنت بحط له دقائق معينه او بحط له رصيد، وكمان بشحن قصاد الرصيد دوت باقة نت استخدمها وخلاص. لما رحت مصر لقيت ان الخطوط ما بقتش ببلاش، بقت بفلوس، ودي برضو حاجة كانت غريبة عليا. ولقيت ان في حاجة اسمها نقط وفليكسات ومش فليكسات وحاجات غريبة كده انا ما كنتش فاهمها. وبعد كده كمان لما جيت اشحن باقة فيها ميجات معينة قالوا لي لا، الميجات بتاعتك ديت لازم تستخدمها في السوشيال ميديا، ولو استخدمتها في حاجات تانية الاستهلاك بتاعك ال 2 ميجا هيبقى ميجا. طب ليه هي ميجات تعبانة ولا حاجة بتشتغل بس كويس سوشيال ميديا؟ معرفش، هي دي ماشية نظام كده. واللي يجننك اكتر ان الباقة اللي بتعملها ما بتقعدش شهر، هي بتقعد 26 او 28 يوم، يعني انت لازم تشحن او تجدد الباقة 4 ايام بدري على الميعاد اللي انت عملته فيها الشهر اللي قبليه. وده كنت مستغربه جدا، رغم ان النت كان بطيء، بس دي كانت مجناني اكتر. ماشي خلينا نقول النت بطيء مش هتفرق، الحاجات اللي بفتحها مثلا على اليوتيوب بفتحها فول اتش دي، هفتحها 480 720 اي حاجه، بس ليه الباقه تكون بتخلص كده او الميجات ما فيهاش بركه؟ مش عارف اقول ايه. هنا انا النظام بتاعي ان انا بروح اجيب العقد بتاعي بعمله سنتين، بيتسحب مني كل شهر رقم معين بيديني نت ومكالمات
وجيجات نت معينه طبعا او انليميتد لو انا عايز، ده مش موجود اصلا في مصر، بس هو مجرد رقم بحطه باخد قصاده حاجه وخلاص على كده. ليه جو بقى الفليكسات والنقط ومش عارف ايه، وكل شويه يطلع لي رساله كده في الموبايل وانا بستخدمه او بعمل اي حاجه، رساله غصب عنك لازم تشوفها، انت كسبت 1500 مش عارف ايه، انت لو شحنت دلوقتي هتاخد نقط اكتر، هتاخد حاجات اكتر. ايه الرسائل اللي بتطلع فجاه دي؟ لو حد عارف منكم يكتب لي في الكومنتات تحت، او انا لو بعد كده نزلت مصر اقدر اوقفها ازاي، لان فعلا حاجه تجيب صداع ومزعجه جدا. النهارده يوم اجازه، فزين نزل يلعب في الملعب اللي جنب البيت يشوف اطفال غيره. اول ما جيت له مسك فيا على طول بابا ومش عارف ايه. وحشني برضو، يعني لما نزلت مصر كان وحشني جامد قوي، وانا كل يوم مع اني كنت بكلمه بس كنت بحس ايه وهو بيكلمني ان هو زعلان مني ان انا سبته ومشيت، او يمكن انا كنت حاسس بكده. ده بدك ها تاكل؟ زين عايز ننة. طيب طيب، السكر كتير. المهم بقى ان ايه، طول الفتره ديت بدات اشتغل عادي، بس جالي مشكله ان الكهرباء بدات تقطع في مصر في ساعات معينه، وعلى حظي كانت الساعه اللي بتقطع فيها الكهرباء هي الساعه اللي بعمل فيها الاجتماعات بتاعه الشغل في الشركه وكل الكلام دوت. ومشكلتي في الكهرباء حاجتين، انا محتاج كهرباء عشان اشغل اللابتوب، ومحتاج كهرباء علشان اشغل الراوتر بتاع النت. اللابتوب مش مشكله قوي لان البطاريه بتاعته كويسه، بتقعد 8 ساعات وممكن 9 ساعات، يعني ممكن اكمل شيفت كامل بالبطاريه، بس كانت المشكله في الراوتر. وحلها اللي جه في بالي في الاول ان انا اطلع واي فاي من الموبايل اشغل بيه اللابتوب بتاعي قبل ما الكهرباء ترجع، بس للاسف ان النت في مصر او الشبكه بتاعه الموبايل ضعيفه خالص وما بتشتغلش كويس جوه البيت، فما كانش عندي حل في الحته ديت غير ان انا اقعد في البلكونه، وفي البلكونه الشارع اصلا دوشه وناس بتصرخ وبياعين وكل الكلام ده، فما كانش نافع برضه. ده كان مسبب لي مشكله كبيره، بس لما سالت بقى ايه اهل الخبره والناس اللي حواليا دلوني ان في جهاز اسمه يو بي اس، الجهاز ده مهمته ان هو بيتوصل في الكهرباء بيشحن نفسه وبتوصل فيه بعد كده الراوتر، واول ما الكهرباء تقطع الراوتر اصلا ما بيحسش ان الكهرباء قطعت ويشتغل بقى ويفتح لك النت زي ما انت عايز. فده كان حل بالنسبه لي كويس جدا، خلاني اقدر اشتغل من غير ما اتاثر بموضوع ان الكهرباء بتقطع، غير بس ان الدنيا بتضلم وانا قاعد. بس دايما كانت اجتماعاتي بالنهار مش بالليل. ايه احمد ربنا، انتوا بتيجي عندكم الكهرباء بتقطع ساعتين، احنا بتيجي عندنا بلبنان ساعتين كهرباء. ماشي، ما هو دي برضو مشكله كبيره، بس يعني كل واحد على قد مصايبه، يعني بياخد مصايبه على قد ما بيقدر. يعني انت عم تقول اكتشفته، عارف هذا اللي انت عم تقول اكتشفته هلا من زمان موجود من زمان. ها شو قديم هذا، صار له سنين من اول ما انا اتولدت. انا مش فاهم بجد مين الرايق اللي قرر يجيب الكرسي ده يحطه هنا عشان يقعد يتفرج على النهر هنا. كرسي اخر بون، بس رايق برضو اللي حطه. المهم بقى ان بعد لما عملت كل الحلول اللي انا بقول لكم عليها ديت، جه الفي بي ان اللي انا كنت عامله مبني عليه الفي بي ان بتاع الشركه، وقفل هو كمان في مصر، وما بقتش عارف اعمل اي حاجه من شغلي، يعني اللي كنت بعرف اعمله 50% بقى 0%. طبعا بلغت الشركه بالكلام دوت، الشركه ما عجبهاش الكلام ده خالص، وقالوا لي ان الحل الوحيد ان انا افضل في مصر لحد لما الاجازه بتاعتي تنتهي، او اقدر اخد مثلا اجازه بدون مرتب وكده. والاجازه بدون مرتب بالنسبه لي دي حل ما ينفعش خالص بسبب التزاماتي الماديه وكل الكلام ده. الكلام ده حصل بعد حوالي شهر ونص، وقررت ساعتها ان انا هاخد اجازه بتاعتي اللي هي الاجازه السنويه اللي مدفوعه عادي، لحد لما اخلص كل ورقي باسرع ما يمكن علشان اسافر. والحمد لله كنت ساعتها مخلص ورق الجيش بتاعي، وفاضل بس الباسبور ان انا اطلعه، وبكده اكون جاهز ان انا اسافر.
زين 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 تو ما اعرفش اعمل الحاجات دي خالص. لا مش فيها. حط ايه؟ لا لا بدون ما تر... ايوه هيك بعدين انفخ لقدام مش لتحت. ايوه هيك. اه سيء نحن رجليها هلا هيك اغسلها عشان دفيت فيها. معلش يا جماعه انا اسف لهذا المنظر، انا تخصصي الات وتريه وما بعرفش العب فيها كمان، ما اعرف بس افتقدتوني وانا كنت في مصر. اه افتقدناك. كانش نفسك تيجي معايا مصر؟ انت عارفه ان كان مشوار كله اجراءات وورق وما ارتحتش. المره الجايه ان شاء الله في مصر. المهم انا قعدت بقى كتوتال في مصر شهرين، وانا كان مفروض اقعد 3 شهور، فلو كانت كل حاجه مشيت تمام كان المفروض ان انا دلوقتي موجود في مصر لسه وبقضي وقت. مضطر بقى اعمل ايه، لان اكل العيش مر ولازم الواحد يرجع يشتغل تاني. في حاجه بقى نسيت اقول لكم عليها عملتها يعتبر في الوقت البدل الضايع خالص، وهي ان انا عملت عمليه في ضرسي. كان عندي ضرس خربان خالص وكان تعبني بقاله مثلا سنين، وكل لما اروح لدكتور اسنان يقول لي خد مضاد حيوي ومشي حالك. لما رحت في مصر الدكتور صاحب بابا قال له لازم اعمل اشعه، ولما عملت الاشعه تحولت عمليات على طول علشان كان في خراج في ضرسي ساحب للمخ تقريبا او الجيوب الانفيه، المهم كان عامل مشاكل كبيره. ورحت عملت العمليه دي فعلا في الوقت البدل الضايع قبل ما اسافر باسبوع او 10 ايام. حتى لما جيت المانيا هنا فكيت الغرز بتاعت العمليه ديت، فتخيلوا الوقت كان مضغوط وما كنتش عارف اخلص كل حاجه، ده غير بقى بقيه الحاجات اللي انا بجيبها ومفروض ان انا اجيبها. سرعت نفسي عشان انجز ان انا اجيب الحاجات اللي انا محتاجها هنا هو في الوقت البدل الضايع خالص. انا كنت بشتري حاجات لحد اليوم اللي انا مسافر فيه، متخيلين؟ فهي كانت سفريه مضغوطه كده الى حد ما كتير. فطير كانت عايزه فطير كمان جبته لها يوم ما كنت مسافر، هو والحمام المحشي. السفريه الجايه بقى اعوضها. وعشان كده انا ما كنتش عارف انزل فيديوهات كتير خلال الشهرين اللي فاتوا دولت، لان فعلا كنت مضغوط جدا جدا فوق ما تتخيله. وبس كده، هو ده كل قصتي وكل اللي عملته في مصر. فتفتكروا من وجهة نظركم، هل انا انبسطت في مصر فعلا ولا ما انبسطتش وما ينفعش اكررها تاني او ما اجيش مصر تاني، الدنيا بتخرب لما بروح؟ عايز اشوف رايكم في الكومنتات، وقولوا لي ايه اللي كان ممكن يتعمل احسن من كده عشان اخد بالي منه الفتره الجايه. وبس كده، هو ده الفيديو بتاع النهاردة. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، ولو لسه اول مرة تشوفوا القناة اعملوا سبسكرايب. واشوفكم قريب ان شاء الله، لان زين بيصوت وتقريبا عايز يخش الحمام. سلام.